السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا طبق ديال الكرعين البقري بالحمص. العائله صراحه طلبوهم بزاف باش يوجدوا لهم بابا، طلنا عليهم شويه ولكن يلا كتب. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا لهم، هنايا عندي جوج ريوس ديال الثومه منقيين، معلقه كبيره ديال السمن مذوب، الملح على حسب الذوق. نتوما غادي تشوفوا القياس اللي غايدير بابا فاش غيبدا يحط المقادير. الكمون، فلفله حمراء مدقوقه، هنايا عندي 500 غرام ديال الحمص مفزك، وهادو الكرعين من بعد ما تغسلو وتحكو وتقطعو. هنا راه بابا كيفصلوهم بوحدو باش ما كيجيوش دوك المقطوعين، الا تقطعو عند الجزر كيجيو دوك العظيمات الصغيرين معزولين بوحدهم. وراه نسيت ما قلت لكم، كاس ديال الزيت مخلطه ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. صافي، ودابا على بركه الله غنبداو نوجدو فيهم. انا راه كيجيب بابا كلشي في مره واحده كيف ما غادي تشوفوا. انا راه كيحاول يقادهم يستفو مزيان باش تهز الطنجره كلشي، حتى كثار تبارك الله كبار. انا كيف ما قلت لكم راه تلاحظوا بلي التفصل ديالو ماشي بحال ديال الجزر، حيت ما كيبغيش يجيو دوك العظيمات الصغيورين. الا تقطعات بالمنشار عند الجزر كيجيو دوك العظيمات ملي كيطيبو كيبداو كيوحلو. صافي، دابا غادي يبدا يحط المكونات الاخرين. كيبدا بالحمص، الحمص ما فزكوش صراحه بزاف، خلاه غير شويه ودارو، حتى كياخدو وقتهم في الطياب كيطيب. كيجيو الصراحه لذاد، حنا ولفنا بابا هو اللي كيقادو، هو اللي كيوجدهم لينا وقت ما تشينا، هو اللي كيوجدهم الله يخليه لينا. صافي، من بعد ما دار الحمص غيدير الثومه. الثومه راه كيخليها صاينه مع كيطيبو كياخذوا الوقت في الطياب، كتذوب ما كتبانش كاع من بعد. الكمون انتما غادي تشوفوا، هنا راه دار معلقه كبيره بومبي الكمون. بالنسبه للفلفله الحمراء انتما راه دار 3 المعالق صغار. الملح على حسب الذوق، هو راه نتوما تشوفوا حتى انا دار 3 المعالق صغار تقريبا. هذا الكاس ديال الزيت راه مخلط بين زيت نباتي وزيت الزيتون، والسمن كيذوبو كيبغي يذوبو عاد تيديرو. تقدروا ديروا غير صاين، هو كيبغي يذوب وعاد كيديروا. بالنسبه للماء راه زاد لتر ونص الماء، انتم غتشوفوا راه غادي تقريبا لين يغطيهم، غتشوفوا فين غيوصل الماء. حنا درنا هذا الغراف فيه لتر ونص الماء.
وزاد معلقه كبيره ديال الخرقوم، حتى الاخر عاد زادها الخرقوم، وعاد غيزيد الزعفران الحر، كيجي دار تقريبا علين شي نص غرام في نص كاس الماء صافي. وغادي يديرها صافي، غادي يسد على كلشي. انا راه باتوا ليله كامله وما كيطيبوا، لا عافيه مهيله، غير غلاو وداروهم فوق الفاخر وخلاهم ليله كامله وما كيطيبوا حتى الغد ليه. عاد قلبناهم، هذا هو الشكل ديالهم. كاين اللي كيخليهم حتى كيتساسوا كاع من العظم ديالهم، وبابا كيبغيهم في هذا القياس. كيبقاو غير الزويته ديالهم اللي مصفيه الفوق صافي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو لذاذ. غير جربوه ان شاء الله راه غادي يعجبكم. تبارك الله، راه كلكم كتعرفوا. غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديال بابا، حنت العائله كامله بغاو هاد الكرعين اللي كيوجد بابا. كيف كتشوفوا كتجي المريقه ديالهم خاطره، الحمص راه كيجي طايب، حتى هما كيجيو مفصولين على العظم ديالهم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوهم وتشاركوه معايا في الانستغرام الا جربتوهم. وإلا كان عندكم اي تساؤل خليه ليا في التعليقات، انا ان شاء الله غادي نجاوبكم. بصحه وراحه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.